صدق فينا الابتسامة، نتفاعل لو بكرة القيامة، رفعنا مبادئنا والأخلاق والطاعة لدين الله وكلامه. فينا صدق فينا ابتسامة، نتفاعل لو بكرة القيامة، رفعنا مبادئنا والأخلاق والطاعة لدين الله وكلامه، والطاعة لدين الله وكلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع شروق الشمس هذا اليوم الجميل الموافق 28 من مارس لعام 2021، نطل عليكم إطلالة صباحية بالخير مزدانة وبالجود فياضة. اعلم أخي الطالب أختي الطالبة أن من يقرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ومع القرآن الكريم والطالبة بلقيس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ومن صلى على نبي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ومع الحديث الشريف والطالبة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. صدق. والآن نترككم مع فقرة هل تعلم والطالبة. أسعد الله صباحكم بكل خير. أنا مريم يونس صف ثاني ثالث. هل تعلمون يا أصدقائي أن الرزق الكثير يأتي من التفاؤل؟ هل تعلمون أن التفاؤل يوصل الإنسان إلى أعلى الدرجات في العمل وفي الحياة؟ هل تعلمون أن الشعور بالراحة والاسترخاء الشديد يكون سبب التفاؤل؟ هل تعلمون أن الأمل والصحة الجيدة تأتي للإنسان المتفائل؟ نختم برنامجنا الإذاعي بدعاء سماوي، فأمنوا. ومع الدعاء والطالبة: اللهم يا ذا المن والعطاء، إن علينا بنعمك الكثيرة وخيرك الوفير، واحفظنا بحفظك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مقدمة الإذاعة ثريا الحضرمية.